بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قناة المراعى لتسمين العجول والأبقار الحلاب. حلقة اليوم هنتكلم عن حقن تفتيح الجسم. هنقول إيه هي حقن تفتيح الجسم، وهنقول مميزات الحقن، وهنقول حيوب حقن تفتيح الجسم، وهنقدم برضك أنواعها ومخاطر استخدامها. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قبل ما ندخل في حلقة اليوم، ياريت تشترك في القناة وتفعل الإشعار وتختار الكل وتضغط لايك واترك تعليق، اترك تعليق تمام. حقن تفتيح الجسم، هنتكلم عن حقن تفتيح الجسم. هي حقن يتم اعطاؤها للعجول، انت بقيت تديها للعجل بغرض او بهدف تحسين الشكل الخارجي وزيادة الاوزان. الحقن دي بتعمل ايه؟ بتحسن الشكل الخارجي، بتحسن الشعر بتاع العجل، بتحسن الجلد بتاع العجل، بتحسن نمو الكتلة العضلية، بتحسن نمو العظم بتاع العجل، فبتحسن الشكل كله الخارجي للعجل. ده الهدف من حقن تفتيح الجسم. طب تتكون هذه الحقن من ايه؟ من هرمونات ومواد منشطة تؤدي الى زيادة نمو العضلات ونمو الجسم ونمو الجلد والشعر بشكل ومظهر كويس. طيب مميزاتها ايه بقى؟ هنعرف بقى المميزات والعيوب والانواع والمخاطر. المميزات، مميزات الحقن دي، اول حاجة تؤدي الى زيادة الاوزان. الهدف بتاع انا وبتاعك انت وبتاع كل مربي العجول هو عملية زيادة الاوزان ورفع معدلات التحويل. رفع معدلات التحويل، يبقى اول ميزة عين فيها هي زيادة حجم ووزن العجول. بتلعب في العظم بتاع العجل، بتخلي الشاسيه كبير، وبتلعب في الجلد بتاعه بتخليه مرن، يعني يقبل عملية تسمين اعلى او اوزان اكبر، ووزن العجل بيكون اثقل. طب ايه الميزة الثانية؟ تحسن بشكل كبير المظهر الخارجي للعجل اللي هو الجلد، نعومة الجلد ونعومة الشعر، بيحسن الشكل الخارجي للعجل. طيب ايه الميزة الثالثة؟ تجعل العجول اكثر جاذبية في عملية الشراء. يعني التاجر هيشتري منك انت احسن ما يشتري من غيرك. ليه؟ العجل بتاعك بيلمع، الجلد بتاعه مرن، وكمان ممكن تبيعه باسعار اغلى، لان مرونة الجلد ونمو الشعر ونعومة الشعر والكتلة العضلية ونمو العظم، ده كله بيخلي العجل ذو شاسيه عالي، شاسيه كويس، بيكون في عملية اقبال في عملية الشراء. يعني انت هتبيع العجل بالسعر اللي انت عايزه. طيب عيوبها بقى، تعال زي ما هنتكلم عن المميزات لازم يكون هي في مصداقية، نتكلم عن المميزات وتاخد حقها، لازم نتكلم عن العيوب. العيوب، قد تسبب هذه الحقن في آثار جانبية ومخاطر كبيرة للعجول. مثل ايه؟ اول حاجة زيادة خطر إصابة العجول بالأمراض، بتعرض تخلي العجول عرضة للأمراض. طب رقم 2 هي ضعف في المناعة. طب رقم 3 مشاكل في عملية النمو والتطور. يعني ساعات الحاجة لما بتزيد عن حجمها بتقلب ضدها. لو انت مثلا العجل بتاعك كويس ونموه كويس وما فيهوش اي حاجة، ممكن الحقن دي كلها اثار جانبية عليها، اللي هي ايه؟ ممكن تعمل مشاكل في النمو والتطوير التطور بتاعه، او تعمل ضعف في المناعة، بيخلي العجول عرضة للامراض. ادي المشاكل اللي هي او العيوب بتاعتها. طيب وكمان في الحقن دي في بعض البلدان غير قانونية، يعني مش هتلاقيها في كل البلدان. وهقول لك الحقن دي اربع انواع، هقول لك ايه هما الاربع انواع الحقن دي. انواع الحقن دي ايه؟ في حقن هرمونات اللي هو مثل هرمون النمو البشري اللي هو HGH، او هرمون التستوستيرون تمام، وفي حقن مواد المنشطة. حقن مواد منشطة وحقن هرمونات، هرمون مثل هرمون النمو البشري اللي هو ال HGH او هرمون التستوستيرون تمام، وفي حقن اللي هي مواد منشطة بتعمل عملية تنشيط للنمو الكتلات العضلية ونمو العظم ونمو الجلد بشكل افضل. طيب تعالوا بقى نتكلم عن انواع الحقن دي. حقن، في حقن اسمه البيوتين، وفي حقن فيتامينات EDA، وفي حقن الزنك، وفي حقن الأوميجيك 3.
طيب تعال نفسر كل واحدة فيهم على حدة. حقن البيوتين تحسن عملية تمثيل الغذاء اللي هي عملية الهضم. ما دام احنا حسنا عملية الهضم هيعمل ايه؟ عملية رفع في عملية شهية العجول، وبذلك هتؤدي الى عملية زيادة الوزن. وبتعمل ايه كمان؟ بتفتح لون الجسم، تخلي جول تفتيح لون الجسم. يبقى حقن البيوتين اللي هي اول حقن في تفتيح الجسم تعمل على عملية تمثيل غذائي، تحسين عملية الهضم يعني. في شيء طبيعي ما يحسن عملية الهضم هيكون في عملية إقبال للعجل على الأكل، في زيادة في الشهية، وزيادة في الشهية هتؤدي إلى زيادة في الوزن وتفتيح لون الجسم. ففي عندك حقن فيتامينات اللي هي EDA، دي تساعد على تعزيز المناعة وتحسين النمو العظام. تعمل إيه؟ تحسن نمو العظم وترفع، تساعد ترفع المناعة، تساعد على عملية تحسين تعزيز المناعة. يبقى عندي تعزيز مناعة وعندي نمو عظم. طب عندك حقن الزنك، يساعد حقن الزنك على عملية تمثيل الغذاء اللي احنا قلناها بدري، وزيادة الشهية وزيادة الأوزان. يبقى زيادة أوزان وزيادة الشهية وعملية الهضم. طيب في عندك بعد كده حقن الأوميجا 3 دي تساعد على تحسين صحة الحيوان. يبقى الحقن دي بتراعي عملية صحة الحيوان وصحة الجلد والشعر وتفتيح لون الجسم. بتعمل على تفتيح صحة الحيوان والجلد والشعر وتفتيح لون الجسم. يبقى أنا عندي أربع حقن. حقن البروتين تحسين تعمل إيه؟ رفع الشهية، زيادة أوزان، تفتيح لون الجسم. حقن الفيتامينات بتعمل إيه؟ تعزيز المناعة وتحسين نمو العظم. حقن الزنك تعمل على عملية تحسين أداء الكرش وزيادة الأوزان. حقن الأوميجا 3 تساعد على صحة الحيوان والجلد والشعر وتفتيح لون الجسم. ده كل أنواع ومميزات وعيوب الحقن دي. ما خطرها بقى هي لا ينصح استخدام هذه الحقن إلا تحت الإشراف طبيب بيطري. ما ينفعش استخدم الحقن دي إلا تحت إشراف الطبيب البيطري. عدم استخدام هذه الحقن لو هي منتهية الصلاحية، لو هي حقن منتهية الصلاحية ممنوع منعا باتا استخدام الحقن دي. رقم 3، تخزن الحقن دي في مكان بارد وجاف. ايه بارد وجاف؟ يعني بارد يعني ما يكونش، ما تتعرضش لحرارة شديدة. جاف ما يكونش في مية. مكان بارد وجاف ده تخزين الحجر. يبقى خزن الحجر في مكان بارد وجاف. ما استخدمش الحجر دي الا تحت، ونحط تحتها 100 خط الا تحت اشراف طبيب البطن. تمام. والحجر دي لو هي منتهيه الصلاحيه ارميها او اتخلص منها. تمام، ما ينفعش اني استخدمها. دي حلقه اليوم، حجر تفتيح الجسم بما يرضي الله. من ايه هو الحجر وهي مميزاتها وايه هي عيوبها وانواعها ومخاطرها. انا لما تركم الموضوع كله ما قلتش عليكم في اي حاجة، يعني قدمتكم المخاطر والعيوب والمميزات كل شيء والانواع، عشان انت وقلت لك برضك نصحتك، قلت لك من البداية للنهاية استخدامها تحت الطبيب البيطري عشان لو حصل اي شيء. تمام. ياريت تشترك وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم.